مرحبا أصدقائنا محبي قناة التعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. يمكن أن يصل سعر رطل من لحم الحوت إلى 1700 دولار. إنه ليس من قبيل المبالغة، إنه الكنز الدموي. صيد مثل هذه الأسماك يتطلب الكثير من الصبر. يمكن أن تستمر هذه الرحلة لصيد أسماك التونة إلى أشهر عدة، بحيث يتناوب الطاقم في البحث عن الحيتان من شروق الشمس إلى غروبها كل يوم. يستخدم الصيادون للحيتان المنظار للبحث عن ثقوب الحيتان أو أعمدة الهواء الناتجة عن التنفس. عند اكتشاف الحوت سيتم إطلاق قارب الصيد وتبدأ المطاردة. يتسابق الطاقم إلى الحوت بعد القبطان، ومع ذلك يجب على الرجل التجديف بسرعة وبهدوء قدر الإمكان حتى لا يخيف الحيتان ويتسبب في الغوص أو السباحة بعيداً. يقترب قارب الصيد من الحوت. يتقدم الصيادون إلى الأمام، يستخدمون حربة لاختراق دهن الحوت، بعد ذلك يؤمنونه بالقرب من القارب. هدف الطاقم هو إرهاق الحوت. عندما يكون الحوت منهكاً سيقوم الطاقم بسحبه بالحبل، بعد ذلك يستخدمون رماحاً بهذا الشكل لتقب القلب والرئتين، وبمجرد وصولهم إلى الشاطئ يتم قتله بالسكين. إنها شفرات تقليدية. يصعد الرجال المحليون على سفنهم لاعتراض الحيوانات عن طريق إصدار أصوات عالية تخيف الحوت. يقوم الصيادون تدريجياً بتجميعهم في خليج صغير أو مصب نهر، بحيث إما يصلوا إلى الشاطئ أو يصبحوا محاصرين في المياه الضحلة. المياه الضحلة مناسبة جداً للصيادين. عادة ما يستعملون الحبال المربوطة بخطافات فولاذية مدمجة في رؤوسهم أو أعناقهم. تم اصطياد ما يقرب من 900 حوت تجاري في جميع أنحاء العالم في عام 2022. كما تم اصطياد الدلافين باستخدام هذه الأشياء. إنه يتم اصطياد ما يزيد عن 880 ألف دلفين تجاري كل عام. على الرغم من كونها مثيرة للجدل، فلا تزال العديد من الأماكن في العالم مثل النرويج واليابان تنظم عمليات صيد لأنواع مهددة بالانقراض مثل الحيتان والدلافين التي يتم اصطيادها. يصطف كل صياد وكل عائلة في المنطقة، ويتم ذبحهم على يد الصيادين والعائلات في المنطقة. يحق لهم الحصول على حصة متساوية من اللحوم والدهن، على الرغم من أن الصيد رسمياً غير تجاري، إلا أن بعض الأجزاء يتم بيعها أحياناً للمطاعم والفنادق المحلية. حوالي 100 شخص يتم اصطياد مليون سمكة قرش على مستوى العالم في العام. يعد الخيط الطويل هو الطريقة الأكثر شيوعاً لصيد أسماك القرش على طول الساحل المحيط الأطلسي وخليج المكسيك. يبحر الصيادون إلى مناطق تغذية أسماك القرش، يعدون أدوات الصيد الخاصة بهم، وعادة ما تحتوي الحبال الطويلة على ما بين 600 إلى 800 خطاف متصل بالخطاف الأكبر الرئيسي، مزود بطعم على كل 10 أمتار. يمتد هذا الخيط إلى عدة كيلومترات، وعادة ما يكون الطعم هو سمك الماكريل، رائحتها تجذب القرش. عندما يحل الليل تكون أسماك القرش أكثر نشاطاً في التغذية. في المنطقة الواقعة بين جزيرتي جافا وسوماترا، يخاطر الصيادون القبليون بحياتهم لصيد أسماك القرش، لكن في مناطق أخرى يتم استخدام الآلات والرماح لسحب أسماك القرش بأمان. في أماكن أخرى، الخط الرئيسي متصل بآلة هيدروليكية تستخدم لسحب السمك الرئيسي من الطرق الشائعة الأخرى التي يستخدمها الصيادون. هناك طرق أخرى للصيد، هي عن طريق الشباك، بحيث يصل طول الشباك من 4800 إلى 6000 قدم. يتم تثبيتها في المساء ونقعها حتى الساعة 1 أو 3 صباحاً،
بعدها يمكنهم سحب الأسماك الصغيرة على متن الشباك وإزالتها على سطح السفينة. عندما يتم اصطياد الأسماك الأكبر حجماً، يتم سحب الشبكة ببطء، بحيث يمكن تثبيت الأسماك في السفينة بحبل منفصل. تشتمل أسماك القرش التي يتم اصطيادها على أسماك قرش المطرقة والقرش الرمادي، لكن في بعض الأحيان يتم اصطياد أسماك القرش البيضاء الكبيرة من قبل أسماك القرش الأكثر شراسة في المحيط، بحيث يتراوح حجم أسماك القرش التي يتم اصطيادها من 110 إلى 176 رطلاً. يفضل الكثير من الصيادين قطع سمكة القرش من زعانفها بدلاً من أخذ الحيوان بأكمله، لأنه يمكن أن يصل قيمتها إلى 500 دولار أمريكي للرطل الواحد أو 1100 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد. لذا غالباً ما يحتفظون بالزعانف ويتخلصون من بقية السمك القرش مرة أخرى. هذه الممارسات مثيرة للجدل، لأن أسماك القرش تواجه موتاً حتمياً لأنها ستنزف بغزارة، لكن لا يمكنها السباحة بشكل طبيعي عند رميها مرة أخرى بدون زعانف. مارون: يمكن صيد كونا هاواي على مدار العام، لكن هذا موسم الذروة، يمكن أن يكون من يونيو حتى سبتمبر. قد تم اصطيادها هنا، مما ساهم في شهرة وبطولة هاواي الدولية السنوية. صيد الأسماك بالصنارة والسك الحديدي هو الصيد الأمثل والطريقة الأكثر شيوعاً وفعالية. تتضمن هذه الطريقة الطعم الذي يكون خلف قارب متحرك، عادة بسرعة 7 إلى 10 عقد. يمكن أن يحاكي حركة الفريسة ويجذب مارلون. هناك نوعان من الإغراءات المستخدمة كطعم حي أو الطعم الاصطناعي، لأنها يمكن أن تحاكي غالباً أو تساعد الطعم الاصطناعي لصيد الأسماك. إنهم يسهلون ويسرعون صيد الأسماك. تشتهر سمكة مارلين بسرعتها المذهلة، ويمكن أن تولد أكثر من 800 رطل من السحب على خط الصيد. مع ذلك فإنها سوف تتعب بمرور الوقت، لذلك تنخفض قوة السحب الخاصة بها تدريجياً أثناء معاناتها. يستخدم الصيادون إعدادات السحب على بكراتهم لإحداث احتكاك وإبطاء الأسماك تدريجياً لمدة 30 دقيقة تقريباً، كونها هي المكان الوحيد في الولايات المتحدة الذي يتم فيه صيد الأسماك تجارياً في الأراضي البرية. يقومون بنشر خط رئيسي يبلغ طوله عدة أمتار، ومزود بخطاف، وكل خطاف فيه طعم. شاهدوا كيف يصطادون هذه الأسماك، طريقة مثالية. إنها تزين الكثير من الأرطال، ثمنها غال جدا. التونة العنيدة هي أكبر الأسماك التي يتم اصطيادها تجاريا. إنها ذات اللحم اللذيذ والتي لا تشوبها شائبة. إنها السمكة الزرقاء. غالبا ما يستخدم الصيادون الخيوط الطويلة من أجل صيادة سمك التون. أصدقائنا، نترككم مع بقية الفيديو، نقول لكم فرجة ممتعة، سنلتقي غدا في موعد جديد وعلى حلقة جديدة. لا تنسوا، كونوا في الموعد. إلى اللقاء.